السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل السؤال أرجو من الشيخ صالح الدعاء. امرأة عزم زوجها على التعدد وهي لا ترضى بذلك، واقف بشرطها لا سابقة ولا لاحقة، ويقول لها: لن أتراجع عن عزيمتي ولن أطلقك إلا إذا طلبته مني أمك ووكيلك، لكنه عاود مرة أخرى ليغريها ببعض المال لتقبل التعدد، فرفضت أن تقبل منه إلا الطلاق. رد عليها: سأعطيك الخيار ولن أسمح لك، حيث يعتبرها قال عراسها. ما هو حكم هذه السيدة وبما تنصحونها؟ وهل تخلو الطلاق من ذلك الوقت أم ماذا؟ جزاكم الله خير. لا يحل للمرأة أن تمنع زوجها أو أن تنشز بمجرد أنه تزوج عليها إذا كان قادرا على أداء حقوقها المادية والبدنية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحق للرجل وقد نص عليه في كتابه المحكم المتواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ومن زعم أنه مناف للمروءة أو أنه ضرر فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهامه كفر، وكذلك اتهام أصحابه والأمة جميعا. وهذه الشروط التي يجعلها الناس في العقود هي مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه الشروط حرمت حلالا فهي باطلة لا اعتبار لها. وقد عقد مالك رحمه الله في الموطأ بابا قال: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وذكر فيه عن سعيد بن المسيب أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها، قال سعيد: يخرجها إن شاء. وقال مالك: الأمر المتفق عليه عندنا أن الرجل إذا أن المرأة إذا شرطت على زوجها وإن كان ذلك عند عقدة النكاح، لا أتزوج عليك أو لا أتسرر عليك، فإن ذلك ليس بشيء إلا إذا كان حلف على ذلك بيمين كطلاق أو عتاق، فإن حنث لزمه ما حلف به. والمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر تتقيد بلزوم بالشرع، وتعلم أن القدوة والأسوة هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأن مجرد عادات المجتمعات في غير ذلك، ومجرد الحمية الناشئة عن مجرد عادة في المجتمع، أن ذلك لا خير فيه، لو كان فيه خير لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلفاؤه الراشدون المهديون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسلف الأمة الصالح. فلذلك لا اعتبار لهذا، ولا يجوز لها أن تطلبه الطلاق، وليس هذا ضررا شرعيا إذا كان قادرا على ذلك، إلا إذا علمت أنه غير قادر على ذلك في بدنيا أو ماديا، فحينئذ لا يحل له هو الإقدام على ذلك، ويكون عاصيا إذا فعل، ولها حينئذ أن تسأله الطلاق، لأن ذلك فيه إدخال ضرر عليها. الله يكرمكم ويحفظكم.